الموسم اللي فات بقى حضرات كان موسم استثنائي فعلا وبكل ما تحمله الكلمه من معنى، يعني مش افوره ولا مبالغه باي حال من الاحوال، والكلام ده بنتوجه بيه لابطال الموسم الذهبي بعد التتويج بالالقاب المختلفه مع النادي الاهلي في مختلف الالعاب الفرديه والجماعيه. وكنت بكلم مع حضراتكم من شويه انه كان رائع جدا ان النادي الاهلي يعمل احتفاليه لكل الفرق، طبعا اسعدت كل الحضور وكل الناس اللي تابعتها. خلونا بنشوف بوبسات رسائل الجمهور لابطال الموسم الذهبي في النادي الاهلي كانت بتحمل ايه. اتفضل. بالنسبه للاداء طبعا اللعيبه انا شايفها اداء مميز جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي في جميع الانشطه، وخاصه النشاط القروي من كره القدم، مجهود جامد جدا تزور اعضاء النادي الاهلي عشان تعلي اللعيبه فنيا ومدعمهم نفسيا في كل المراحل هناك في اللعبه يعني. ويعني نتطلع من النادي الاهلي حاجه كده بتبقى كويسه ان شاء الله بالنسبه لاولادنا يعني في النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يعني. انا شايفه كمان ان هم يعني مهتمين جدا، بالذات برضو طبعا النادي الاهلي يعني علامه في الهاندبول خصوصا لو سيدات او رجال، وشايفه ما شاء الله يعني بيحققوا، وبالذات كمان لما شفت الحفله اللي كانوا عاملينها لسه اللي هي كانت مع فيها كابتن نصره في الهاندبول، فاولادي بيبصوا كده بيبقى بالنسبه لهم ده يعني هدف وطموح ان هم هيوصلوا ازاي للمكانه دي وازاي يشرفوا النادي الاهلي ويبقوا حاجه اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله خير يعني. بس انا بجد يعني كرياضه الهاندبول انا بحبها جدا يعني. الجمهور هو اللي ادى دافع لكل الفرق، زائد ان اللعيبه عملت المجهود اللي عليها، وبالتالي كان في نتائج اتحققت. اتوقع زي ما الكابتن محمود قال، ما فيش نادي على مستوى العالم حقق اللي حققه الاهلي السنه اللي فاتت، كل البطولات اتحصدت، فدي طبعا حاجه تتحط في التاريخ وتتحط في انجازات المجلس الحالي. والله الموسم اللي فات يعني بصراحه ان لعيبه النادي الاهلي شرفونا جدا جدا جدا، بيلعبوا بروح الفانيلا زي ما كان كابتن صالح سليم الله يرحمه بيقول، انت روح الفانيلا الحمراء، الفانيلا دي لون دمك لازم تموت عليها. بنقول لهم الف مبروك ومتشكرين جدا على ادائكم وعلى انجازاتكم اللي انتم حققتوها الموسم دوت، ودي حاجه كويسه طبعا، ودي ده النادي الاهلي نادي بطولات نادي القرن، ف يعني دي احسن حاجه اتعملت السنه دي ان كل الالعاب الرياضيه حققت بطولات كتير الحمد لله السنه دي. هي كانت احتفاليه اكثر من رائعه وتليق تماما بحجم الانجاز الكبير اللي حصل، يكفي هرم البطولات والدروع والكؤوس، الحقيقه انجاز كبير جدا ومشرف جدا، والاحتفاليه كمان بدورها كانت مشرفه جدا كالعاده، كل يعني احتفاليات النادي الاهلي دايما بتكون فيها سمات كده وخصائص قاسم مشترك في كل الاحتفالات، يعني لازم تلاقوا الرقي ولازم تلاقوا الاحترام ولازم تلاقوا ان كل احتفاليه منهم لا تخلو من التاتشات الحلوه المحترمه اللي فيها بعد انساني واللي فيها عشم واللي فيها عشره وفيها محبه وفيها احترام متبادل بين النادي الاهلي وبين كل منسوبي النادي الاهلي في الرياضات المختلفه. طبعا كابتن محمود الخطيب يعني الحقيقه وقف في كلمته يعني عند بعض الاسماء اللي ما تتنسيش في تاريخ النادي الاهلي، منهم كابتن سيد عبد الحفيظ، دكتور احمد ابو عبله وغيرهم، الى جانب طبعا التاتشات الجميله اللي كنا بنتكلم عليها من شويه عم حارس وغيره من اللفتات الرائعه اللي كانت موجوده في هذه الاحتفاليه الراقيه جدا، انجاز محترم جدا. انا متخيل انه بيحط ضغط هستيري على كاهل الاجهزه الفنيه ولاعيبه النادي الاهلي في الفرق المختلفه، لان اللي حصل ده مش شويه ومش هين، وكالعاده ما ينفعش نقل عنه، لان تم التوقعات طبعا جماهير النادي الاهلي من كل الفرق الرياضيه، ده الحد الادنى اللي حضراتكم شفتوه من شويه، ده الحد الادنى من توقعات جماهير النادي الاهلي. والحقيقه دايما كالعاده فرق النادي الاهلي قدها وقدود، ودايما عندها قدره على اسعاد وعلى تشريف ورفع راس يعني كل الجماهير في كل زمان وفي كل مكان. يعني مليون مبروك لكل اللي شارك في تحقيق هذه الإنجازات المحترمة جدا.